www.sudanesesongs.net. انت يا رماز مرغني هتغني شنو؟
نفسك احمد زاهر، محمد علي ابو غطاطي، زكي عبد الكريم، رماز مرغني، اداء جميل ورائع. وانت يا شريف الفحيل اصلي لي وقول لي عايز تقول شيء. حاب اقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وبحيي الوالده العزيزه في الابيض واهلي كلهم في الابيض، وبهدي لهم اغنيه البهجه في عينك بمناسبه البهجه والفرح، وبرضه بعيد للاستاذ شرحبيل وان شاء الله الاغنيه تعجبكم. البهجة في عينك فسر عليك الله، البهجة في عينك فسر عليك الله، البهجة من البيت من الرجول عليك شايف انه في عينك، البهجة من البيت من الرجول عليك شايف انه في عينك.
هايل يا ابني هايل. وين عاصم البنا؟ جنبي العربية يروح سيام يا زول عيني. يلا قول هتغني شو؟ نتمنى انه ان احنا نكون 30 يوم مرت كنا حايلين الظل على المشاهد الكريم، وكذلك نشكر ناس النيل الأزرق على حسن الضيافة وتحملنا والعناء الشديد في المسألة دي، وكذلك أستاذنا محمدية على رأس الفرقة نشكرهم فردا فردا. بالنسبة للأغنية أنا في مفاضلة من قبيل في أنه أختار شنو عشان أغنيه، لكن لما كل فنان عنده أو كل إنسان عنده فنان مفضل، نعم أنا كان فنان مفضل خوي العثمان رحمه الله، الله يرحمه. و بسأل كل الناس اللي بيشاهدوا فيني انهم يسألوا له الرحمة ويدوا الفاتحة يعني. والتحية لأسرته موصولة لكل أبنائه وبناته وأحفاده، وأحيي كذلك أخي وصديقي الأستاذ الشاعر تاج السير عباس. نعم اختار لكم كثير بتناسى ايديا وبهديها لاسرته لاستاذنا تاج السير عباس ولكل الناس اللي جاهزة.
شيء مؤثر وشي رائع وشي ممتاز. لو انتم النهارده مشيت وين؟ قمت من جنبي يا اختي؟ متشكر متشكر. اها يا منار، اها بتقولي شنو الليله؟ حسمحكم لعائشه الفلاتيه.
وصلنا إلى جمال الدين فرفور الشهير بجمال مصطفى. عايز تقول إيه؟ تغني للوطن. تغني للوطن. هاي دعنا نختم بالوطن. Thank you.
سنة وانتم طيبين، نتمنى لكم الصحة والسعادة، نتمنى للوطن العزيز الازدهار، الهدوء، الاستقرار والتقدم والنمو، وإلى اللقاء. وداعا 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 روضتي. www.sudanesesongs.net